عندك بلاي ستيشن 4 معدل او بلاي ستيشن 4 مهكر؟ كان نفسك تلعب اونلاين، كان نفسك تخش تلعب اونلاين على الجهاز بتاعك؟ النهارده احب اقول لك مبروك عليك، لعبه فورتنايت بتشتغل على بلاي ستيشن 4 المعدل او المهكر. عايز تعرف التفاصيل وعايز تعرف ايه الموضوع وعايز نشرح لك ازاي تلعب اللعبه، هقول لك كل التفاصيل في فيديو النهارده. بس قبل ما نخش في التفاصيل وقبل اي حاجه، لو انت مشترك جديد اهلا بيك في وسط اخواتك، احنا العتاوله تلاقي اخبار شروحات تعديلات اي حاجه خاصه بجهاز الكونسول هتلاقيها موجوده، فتاكد تكون عامل سبسكرايب وتكون مفعل الجرس. عايز بقى تعرف التفاصيل، يلا بينا نخش في الشرح. السلام عليكم، ازيكم هتقولوا اخباركم عاملين؟ يا رب خير. دايما معاكم اسلام فايد في فيديو حماسي. النهارده معانا فيديو قوي جدا يا رجاله، لعبه فورتنايت على البلاي ستيشن 4 المعدل. هشرح لك ازاي تشغلها، هشرح لك التفاصيل، هشرح لك كل حاجه وازاي تسجل وكل التفاصيل دي. ولكن الاول في نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها، السيلفر اللي احنا هنشرحه النهارده ده مش السيلفر الاساسي. حدانا في مصر بيقولوا على السيلفرات دي تهييس، يعني سيلفر حد عامله وانت بتخش تلعب انت ومجموعه من الناس او اي حد بيخش على السيلفر التهييس ده وبتلعب نفس اللعبه الاساسيه، ولكن هما بيكونوا معدلين فيها، يعني معدلين في الاسلحه، معدلين في اللبس، معدلين في الحاجات اللي انت بتلاقيها، بيكونوا ضايفين حاجات كتير دي يقدر ان هو يتحكم فيها. هو بياخد اللعبه الاساسيه ويبدا يعدل عليها، عشان كده احنا بنسميه تهييس، مش الاساسيه، مش فورتنايت الاساسيه اللي نازله من شركه ايبك، لا دي تهييس. فبكل بساطه دي مش اللعبه الاساسيه عشان تبقى فاهم، ولكن تقدر انت تلعبها اونلاين مع ناس في العالم كله عادي من غير اي مشاكل. كنت لازم اقول لكم الحته دي، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. طيب نيجي بقى للشرح. الشرح لازم نروح على جهاز الكمبيوتر يا رجاله، هتلاقي اللينكات في الكومنت المثبت، انتم متعودين هتنزل في الكومنت المثبت، هقول لك للتليجرام هتلاقي اللينكات، هتلاقي اللينك بتاع الموقع اللي هتسجل عليه ولينك التحميل كل التفاصيل. تمام، اول حاجه لازم تروح لينك التسجيل، ده لينك لازم تعمل ايميل، عشان الايميل ده اللي احنا هناخده نستخدمه في اللعبه لما نثبتها على جهاز البلاي ستيشن 4. اساس الاول لازم تعمل لي ايميل، يعني ده اكونت انت بتكريت ايميل او اكونت عشان تلعب بيه. تمام، هتيجي هنا تختار الاسم اللي انت هتلعب بيه، يعني انا هختار مثلا اسلام فايد اي اس فايد، بعد كده اختار الايميل اللي انا هسجل بيه @gmail. تمام، بعد كده هتعمل باسورد. نقطه في الباسورد، لازم تعمل باسورد يعني قوي شويه، بمعنى ان انت هتعمل مثلا يعني اخلي الباسورد اسلام، لازم يبقى في حرف كابيتال، فانا خليت الاي كابيتال، لازم تاخد بالك من النقطه دي. بعد كده مثلا 88، بعد كده هحط ات. تمام، يعني انا بقول لكم اي حاجه بس يعني، بس انا بقول لكم لازم يبقى في حرف كابيتال وحروف سمول وارقام وعلامات اللي هي الات الاند الحاجات دي. تمام كده، احنا قلنا اسلام الاي كابيتال، وبعد كده الف، بعد كده كان كام، اسلام 88، وبعد كده ات. تمام، وبعد كده هتيجي هنا تحت تدوس على اكسبت، وبعد كده ريمبر، بعد كده ايه ريجستري. كده انت بتسجل، كده انت سجلت ايميل. تمام، مفيش اي مشكله، كده انت خلصت تقريبا نص الموضوع او يمكن اكتر من النص كمان. بعد ما البرنامج بقى يعمل داونلود وينزل معاك، هتفك الضغط بتاع البرنامج، هتلاقيه بالشكل ده كده ملف بي كي جي، وبعد كده تنقل الملف على فلاشه او هارد ديسك ويكون على اي اكس فات. هتتاكد ازاي؟ هتدوس على الهارد بتاعك كده او الفلاشه بروبرتيز، وبعد كده تيجي نتاكد من فايل سيستم دي ان هي اي اكس فات. لقيتها اي حاجه ثانيه غير اي اكس فات، البرنامج البي كي جي مساحته كبيره مش هيتنقل معاك، لان الفات 32 مش هينقل اكتر من 4 جيجا، انما الاي اكس فات بينقل معاك اي مساحه. فانت هتفرمت على اي اكس فات او الهارد بتاعك على اي اكس فات، وبعد كده خلاص هتنقل الملف تحطه على الهارد بتاعك على سطح الهارد كده من غير اي مشاكل. وكده يتبقى معانا بقى الخطوه اللي جايه، وهي على جهاز البلاي ستيشن عشان نروح نثبت اللعبه ونشوف ازاي نشغل اللعبه. دلوقتي يا رجاله احنا على جهاز البلاي ستيشن 4، كل اللي انت هتعمله تروح تفعل التعديله بتاعتك، هتخش على، انت فاهمين التفاصيل دي يعني، العتاوله القدام عارفين التعديله وعارفين الجهاز وعارفين التفاصيل دي، ودي افضل تعديله. لو ما شفتش اللينك بتاعها يبقى انت فايتك كتير. بص على الفيديو ده، يعني التعديلات دي استقرار 100%، استقرار كامل تقريبا، يعني انا ما رسترتش معايا الجهاز ولا مره، الجهاز ما ترسترش معايا ولا مره. وان شاء الله بعمل لكم فيديو وبجهز لكم يعني فيديو قريب، عشان ازاي تعرفوا ان انتوا تتخطوا المشاكل اللي ممكن تحصل. شايف ناس بتقول ايه بتهنج الجهاز مش عارف ايه، اعمل لكم فيديو اتكلم على النقطه دي. بعد كده هتطلع فوق تخش في جولد هين، وبعد كده تخش في الديبوك، وبعد كده تخش في باكج انستولر، وبعد كده تلاقي الملف اللي انت حطيته على الهارد او الفلاشه موجود اهو، تبدا ان انت تعمل له تثبيت. هياخد معاك وقت شويه مش كتير، يعني حوالي مثلا 4 دقايق 5 دقايق في الحدود دي كده.
وقرب يخلص رجاله. بس هنتكلم في نقطه، الطريقه دي هتشتغل معانا على البلاي ستيشن 3؟ لا، الطريقه دي للبلاي ستيشن 4. الطريقه دي تشتغل معانا على البلاي ستيشن 5؟ تشتغل معاك على البلاي ستيشن 5 المعدل كده، بتشتغل على البلاي ستيشن 4 المعدل، تشتغل على البلاي ستيشن 5 المعدل، ولكن مش بيشتغل على البلاي ستيشن 3، عشان عارف ان في ناس هتقول لي البلاي ستيشن 3 بتشتغل عليه. لا، مش بتشتغل عليه. طب دلوقتي نرجع ورا رجاله، هنلاقي ان اللعبه نزلت زي ما انت شايف كده، هتفعل النت على الجهاز، ولكن اولا لازم تخش في الاعدادات، وبعد كده هتنزل للنظام، وبعد كده تخش في التنزيلات التلقائيه وتشيل العلامات اللي موجوده هنا كلها علشان الجهاز بتاعك ما يتحدثش على اخر سوفت وير. وهتعمل حاجه تانية مهمه برضو، هتطلع تخش في التنبيهات، ولو لقيت اي حاجه خاصه بالسوفت وير هتمسحها. يعني هتخش في التنزيلات دي، لقيت سوفت وير برمجه نظام 11.2 ده، تدوس كده وتدوس حذف بحيث ان انت تمسحها ما تبقاش موجوده، وبكده تكون قفلت التحديثات اللي موجوده على الجهاز. النقطه الثانيه، هتشغل بقى اللعبه بعد ما تفعل النت. هتفعل النت ازاي؟ اقول لك يا معلم، ثواني بس اللعبة تبدأ وأقول لك إزاي تفعل النت. اللعبة تخش شوية كده أهو، هتروح للإعدادات وتخش في الشبكة وتعلم على العلامة دي وتخش في إعدادات الاتصال وتدخل الشبكة بتاعتك عادي جدا من غير أي مشاكل. وبعد كده تروح بقى تشغل اللعبة عادي خالص، اللعبة تخش معاك، هتستنى لحد ما تخلص تحميل، وبعد كده أرجع أكمل معاكوا بقية التفاصيل. اللعبه فتحت زي ما انتم شايفين يا رجاله، دلوقتي بيقول لك دوس اكس، دوس اكس عشان تعمل ستارت. الايميل بقى اللي احنا سجلنا فيه في الموقع الاولاني هو ده اللي انت هتدخله هنا. انتوا فاكرين الايميل كان اي اس فايد، ده الايميل يا رجاله اللي احنا سجلنا فيه لو انتوا فاكرين. هتدوس على تم، بعد كده تيجي تكتب الباسورد برضو اللي انت كتبته هناك. كده احنا كتبنا الباسورد ده رجاله، هتدوس بقى على مربع علشان يعمل لوجن. مستنى، هو بيقول لك كونكشن داونلود يوزر سيتنج، استنى لحد ما يخلص. ممكن ياخد معاك وقت شويه لو انت اول مره بتخش، بعد كده يبدا ان هو يخش معاك من غير اي مشاكل. بعد كده هتدوس زي انت ما شايف اللعبه بدات، هتدوس بقى على بيتر رويال دي زي انت ما شايف، هتبدا ان هي تخش معاك وتبدا ان انت بقى ايه تلعب عادي خالص جدا من غير اي مشاكل. استنى لحد الحته دي بس ما تخش كده ونبدا الجيم علشان اوريكم ان اللعبه شغاله ومفيش اي مشكله. زي ما انت ما شايف اللعبه دخلت اهي، بيقول لك دوس مثلث عشان تبدا اللعبه، دوست مثلث. الناس اللي كانت بتلعب فورتنايت هتبقى فاهمه كل التفاصيل بعد كده خلاص، يعني خلاص مجرد بس ما يثبت اللعبه هو خلاص متبرمج عارف هيعمل ايه. انما الناس الجديده ما لعبتش اللعبه قبل كده، يعني انا ماشي معاكم خطوه بخطوه عشان تفهموا التفاصيل دي. كده اللعبه دخلت يا رجاله زي ما انتم شايفين، ادي اللعبه كل حاجه تمام زي الفل، مفيش اي مشكله، لعبة شغالة. اوقات ممكن تعمل معاك بس حاجة وانت بتدوس عشان بلاي، بتدوس مثلث، يعني ممكن تقول لك ايرور كده ايه في السيلفر ولا حاجة، فاوقات السيلفر بس ممكن يبقى فيه صيانة او في حاجة، فبالتالي هتقف معاك او هتقع في التوقيت ده. ما بياخدش وقت بس يعني وقت بسيط جدا، ما تلاقيش اشتغل تاني معاك ومفيش اي مشكلة. بس كده تقدر ان انت تنزل اللعبة، تقدر تلعب اللعبة، ودي هتبقى حلوة جدا للسايبرات محلات البلاي ستيشن عشان يبدأوا ان هم ينزلوا اللعبه وناس كتير تلعب اللعبه وتهيز بقى كله بقى يخش يلعب، والسيرفر ده ممكن تلاقيه اتملى كمان شويه كده ولا حاجه. بس كده رجاله، واحب افكركم ان احنا خلاص داخلين على ال 100,000 سبسكرايب، احنا خلاص دلوقتي تقريبا حوالي 98 او 99,000 سبسكرايب، فقدامنا 1000 واحد ونبدا ان احنا نشتغل على الجيف اواي ان شاء الله. فدعمكم شير للفيديو وصل عدد كبير من الناس، وبجد بشكركم انتوا وقفتوا جنبي وكنتوا سند ليا في كل الوقت اللي فات من ساعه ما بدات القناه لحد التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي، وهتبقوا سند معايا ان شاء الله في التوقيت اللي جاي والوقت اللي احنا هنقضيه لسه مع بعض. فما تنساش تعمل سبسكرايب وتكون مفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. لو انت مشترك جديد مشترك قديم، تنزل تعمل لايك وتسيب رايك في الكومنتات، وكالعاده اشوفك الفيديو الجاي. سلام.